السلام عليكم متابعي قناة بابار. فضلا وليس أمرا، المرجو الاشتراك في القناة. التخسيس السريع. المشكلة تكمن في أن معظم الأشخاص يريدون أن يخسروا الوزن سريعا، ولذلك يلجؤون لطرق التخسيس السريعة. وعلى الرغم من أنها غير صحية، إلا أننا قد نلجؤ لها إذا كانت لدينا مناسبة طارئة ونريد أن نحصل على الوزن المثالي سريعا. نظام ريجيم كيميائي سريع يتكون من 12 يوما لفقدان 12 كيلو. اليوم الأول والثاني والثالث تناول ألبان فقط وتتضمن الحليب والزبادي. اليوم الرابع والخامس والسادس تناول خضروات فقط وتشمل كل الخضروات المعروفة مثل الخيار والطماطم والخس. اليوم السابع والثامن والتاسع تناول الفاكهة وتشمل كل الفواكه التي تحتوي على سكريات قليلة. اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر تناول بروتين سواء لحوم أو دجاج. ومع هذا النظام لا يتم تناول سكريات أو أملاح، ولكن شرب الماء فقط. الطريقة الثانية المشروب السحري لحرق الدهون، يتم عمله وشربه 3 مرات في اليوم، ويتكون من الكمون والليمون القرفة والزنجبيل. قومي بغلي الماء ووضع المقادير وتصفيته ثم تناوله قبل كل وجبة. الطريقة الثالثة المشي نصف ساعة يوميا، ويعتبر المشي من أكثر الرياضات الغير مرهقة لأغلب الأشخاص، وهو يساعد على حرق الدهون. ودمتم سالمين.